مرحبا بكم مرة أخرى في دارك سولز. اليوم باش نمشيو الكاثيدرال اوف ذا ديب، لكن قبل الكاثيدرال باش نلقاو بوس، باش نلقاو اريا صغيرة نتصور باش نعملوهم اليوم بعد نوصلوا للبون فاير نتاع الكاثيدرال ونقفوا غادي. بالنسبة للبوس، على خاطر يريزيستي الماجيك وإحنا سلاحنا الآخر عملناه ماجيك، خذيت التوين بليدز هذم حطيتهم فاير وقويتهم حد 3، ولو إنه سلاحنا الآخر قوته 4 ما مش مشكلة. والفاير على فكرة تعمل سبليت دامج كما تشوفوا فيه، معناتها عنا 110 فيزيكال و 110 فاير، لكن ما يسكيلي مع حتى شيء، يعني تقوي سلاحك وكا. الفاير اللي يسكيلي الانفيوجن بتاعه اسمه كايوس، مازلنا ما نجموش نعملوها تو. حبيت نعملهم معناتها رو، لكن ما لقيتش عندي رو جام وفيولي، دونك لقيت عندي كان الفاير وهو ما ريزيستيش الفاير، دونك لاباس. باش نمشيو نبداو بيه هو، وان شاء الله ما نلبسش خاطرو بليد ماسط. لي لحظة قبل ما نجي، شافني حد؟ شافوني تبا لك هكا وعاد راك صلي جارد الروح. وانا ما حال سلاح نستعملوه بزوز يدين، هذا اكثر. هذا الكومبو بتاعنا. اما اللي حبيت نعمله قبل، شنو حبيت نتفقد انا؟ والله نساني السيد. حبيت نتفقد الشيلد متاعي، هذا فيه ضد الماجيك 44، دونك الشيلد اللي عندنا بطبيعته هو اكثر واحد يبلوكي ماجيك فيها. تأكد طحت انت طحان يا ربي، شنو نوصل البوس قديش دوير. هاي مشو مشكل، يظهر لي فما وي. احنا اكسبوريناها البلاصة هذي مرة فاتت على فكرة، ما اكسبوريناها هذي البلاصة الوحيدة اللي مازلنا ما مشينا لهاش تبا. شوفوا لي الدوي قبل ما نوصل للبوس. نخرنا نرجع لي كعبة يا ربي مليار. استنى هذي وين تطيح هي؟ اي هذي تطيح وين فما لوجر تقريبا هاك، يعني نري فيه. المهم مازال كبول ولا اثنين، ها كبولات ثلاثة فاير بامب يصلح يمشي عاد بنروح. هي خاف انا المدرسي ولا اخي يضربني من غادي. يا ربي امزوز يزيو من صوتكم. شلة والله، حتى انا لاني شاد الجارد لاني محضر روحي لاني عامل شيء. قعدوا لي اربع دوايا زير واحد. فما اخي فما واحد مستانس يبدا هنا، ما فهمتش بيه رجع غادي. هاي مش مشكل اجري، حسيت البوس مكرز مكرز، حس روحي نموت. المحاولة الثالثة. هيا عاد شوية دامج هذاك الزحف، كومبولي عملته شوية. ليد نتاع زحير كي كريمز. ولدي هات اعطيني، اي حرك لي هذوك المهديك قطع. تو المشكل يبداو يطلعوا جموع اللي معاه، هذا بيك تقتلهم خاصة من الاول. زالوا ما طلعوش تو بشكل، يظل في يوصل 50% من دمه. المهم كيفاش تعرفوا هو الماجيك نتاعو ديما مورف وهما ازرق. ردوا بالكم لو عندهم ضربة تدغري زادا. اوكي هاكا هو مقابل. شوف شو حصل، شوف شو حصل.
يا حقير يا مغفل يا سافل. استنى 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 نبعد على البلاير بتاعه. قطع وي وين وي يذولي مرة هذي بشخص فيه وطول. وين وعوك موت موت مخي براسك. هذه بون فاير بتاعنا. نرجع تاول سلاحنا عادي. اش خلي الشيلد هذا جوست على الستامينا ريجين. شاطانا في الاخر 8000 سولز ولا قداش. خليها ما عنده. هنا فما زوز كريستال ليزرد. واحد اسقط عليه من هنا هو. ومن تقريبا زوز يعطيو توينكلينج تايتانايت. واحد هو هنا. هنا يعني فما كجموع اللي بالقفص هذيك خلينا نمشيو لها من بعد. نظف الدنيا قبل باش ما نحصلش. وينو ما فما زوز يدورلي اللي نلقاهم في انديد سيتلمنت. احنا كان تبعنا الثنيه العاديه باش نجيو من هنا بجوس. نقزنا على خاطر الكريستال ليزرد نتاع وذني او جاي سالي. جاي ولا مزيد يا رباه. او جاي اتروح كيكا عفسني كيكا تحشمش. مات كي يقعد الفرادي هذاك. يدوني نجمو نسرقولو باكستاب لحظة لكم كيفاش. نيو ها 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 فما ايتم هنا هزوها تقول حد الهيرولد هذاك فما كلاس تبدا بيه نورمالمون. شنو اللي ضربني ده؟ نحب نفهم. البس بالحق بعد الباكستاب نحب نفهم شنو اللي ضربني. فما بون فاير اخرى انا فهمتش علاش معناتها كلهم مقربينهم لبعض. فما مش ام بي سي ما فما انمي كاسح وني هيك. بالك سكيكن نتاعها يعمل بليد خطرو بليد سيعاد فات لي الاف بي. شنو كشي حاضر في روح باري راني رد بالك اش تعمل يا مال. عندها زيد البس قلتلك باري رد بالك. ما باريتكش ما ندغر زيد طيح شيء هذه تقريبا. فما من بعد الاشس هذم نسيت شنو يعطيو بالضبط انت كان مش حاجه كبيره اما تهزم كالعاده للاختيه المرشنت هذيك تحلك. خلينا نرتاحوا خير نرجعوا اف بي نتاعنا. تحلك مش عارف ايتمز اخرين اما انت كان مش مثل لارج تايتانايت شارد مازال ومش تو. فما كعبه شارد هنا هاي. كاو تقريب الاريا فيها شيء هذه الدخل فيها كان الكعبة هذيك حكاية فارغة حتى كان تخلفها ما عندك ما خسرت هاك ولكن تجم تشريهم تو. أما الأخ هاكا غاديكا قولك شنو عمل منين طلع من بعد
شوف عنده سبايدر شيلد تقريبا تو باش يطيح هو سبايدر شيلد. ما في بالي سبايدر شيلد هنا ما ي... خلينا كريست شيلد هذا كلهم موجودين في دارك سولز الاول. في بالي سبايدر شيلد وش والله بلوكيه بلوكيه طحان سبايدر شيلد في بالي ما يبلوكيش البويزن مش كما في الاول. كسرت الجارد كنت نجم نعمل عليه ريبوست. هل تريد المزيد؟ يسخن الطحان ولا حاسني. نشويك 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 ايه نعم هاي عطانا سبايدر شيلد اوكي. اش مازال زيلو كابتن كلاب مكرزين يجيو هناك تحبوا خاطر فما كيما سنايبرز من بعيد يضربوا بالكروس بو هاكم تشوفوا فيهم الحمد لله. هاو الكلاب صح الواحد كان يعمل في ال... كنت نعمل في الجايد نتاع ساكيرو كلاب تجم باريهم غادي ودنيا هنا حاس الارجع يكرزوا فيه قلعات. مازال فما كلب اخر مازال حاجتي بالكلب باترون مش بيك انت بتحب تموت موت. الكلاب مرحبا بالكلاب نعم بوك موت خرع ما كلب اخر اوكي. فما انمي اخر عنده هيفي بولت امشي تعال تعال زي كلب اخر انت مش بلوكيت الضرب بتاعه وانا ما يهم شاي بارا بارك من بعد اش منزل عنه مشيو للبونفاير الجاي نعملوا الاريا اللوتانية برك بعد نقفل الابيزود جي بالضبط بيه هذا مرضو بالك من مغزول غزول غزول كعبة الارهابي باش يعمل شفتوا فرقع روحه يفرقع روحه عليك وضربة راهي تدغر ما تحقريش معناتها ضربة ضربة عرفتك تاع فم فم زاد قبل ما تعمل حتى شيء اخر فما اثنين من هنا ماشيني لها فما ايتم مهم برشا غادي قبل ما تعمل حتى شيء اجي هنا خذ البونفاير قبل ولينا هلو عاد تو موتنا حتى كي تحط امبر ما يتنحاش منظرك الخايب هذا الشورت كات هذا ما تحكيوش معاه تو هذاك تجيبش تدخل للدي ال سي ما تدخل تو يتحشالك قوي عليك الدي ال سي بغيت نجم ترجع ما نحكي لك ما فهمش علاش هذا كيف كيف هذاك اسمه جايل ما تحكيش معاه تو خليكم بالقدر باهي نرجع تو كي نجي نفيسه فما الايتم هذاك تذكروه هذاك اخر ايتم باش نزوق قبل ما نسكر الابيزود هنا البير هذا تذكروه نورمال مو تعمل اي وي هذي نورمال مو وهو كذلك هذي استس شارد اي نعم استس شارد به قبل ما نطلع في الدروج هذي ونكسبلوري والدنيا شمها من الفوق خلينا نمشيو من هنا من هذا الاتجاه اما نوع تاع انمي مكرزين يحطوا عليك كيما الدود كان مسك حط كيما الدود في بدنك يبقى يمشي اي يا معلم هم ضعف هما ريزمو ضعف على الاخر للنار واحنا سلاحنا بالنار بيتو نستعملو في النار هذيك البيرومانسي بتاعنا هنا فم وينو وينو انا انت شو ما يتراش من هنا عالي برشا المهم فما سلوم بعد كش ندزوه بساقنا كالعادة حلنا الشورت كات قبل ما نكملو من غادي اتذكر فما كريستال ليزرد فما وزغة كريستال هذاك الايتم قلت عليه باش نهزو اخر حاجة هذاك الكبير فما ولدو وين ولدو هاو
دولي فما واحد اخر زاد من بعد يدور لي. توينكلينج تايتانايت سول هذه ليه شارد. اوكي او الاخ راقد قلقوه كروه في حياته. البس البس اي عاد دبرتك اللوكان زح عاد حطيت لوكان شيء ما دارش اهلل اوكي فيت الاف بي شنو تعطيني ريبوست؟ شنو تعطيني ريبوست؟ تيت راس الحنين والله شي حالف قال لي تضرب فيها تضرب لي بسلاحك مش تاخذ ريبوست هاي ملا ما بش نكملك بسلاح تايتانايت سكيل كالعادة دقيق قلنا الأسلحة متاع البوسيت من بعد فما دخلة صغيرة من هنا الأخ هذاك ليه عال يحس واحد برك هو واحد برك ماذا يا خاتم يظهر ينقص البويزن ينقص البيلد اب متاع البويزن من بعد كملوا نتبع وين الوزغة الصغيرة شكون مريض ان شاء الله لاباس امبيلونس ديما متعدية حسنا نحط نسجل هما يضرونا باش تعديو يز يا داك هو عاد يبعدولا خليه تسكت قلت لكم فما واحد اخر تقريبا احسن اتاك تعمل هولم اجري واعمل هيفي اتاك كي تجري تعمل هيفي اتاك الكاركتر نتاعك وحدك وحده ينقز ويضرب ضربه هذيك ديما تقلبهم على ظهوراتهم واللي ما عادش ينجموا يتحركوا وقيل انه فما ايتم ها تايتانايت شارد وحده اخرى ان شاء الله ما خلفت حتى ايتم ان شاء الله والايتم اللي في مخي باش نلقاوه بعد هذا يقول لي كاتاليست تاع سورسر ولا حكي هيك ثم في بالي بيكم ضربة بارك موت ودونك شدوا بلايزكم وريدوا شباب فيها اختفى ساقط حلوف حلوف هذا يظهر لي اي لا اكثر مني متاع فيث ظهر اي اي هذه كاستي الميراكل صاحبي سكيلي سي مع الفيث مع الفيث يلزمها 18 نمشيو للايتم اللي قلت هذاك اخر واحد باش نزوه في الليبيزود هذي عندنا كعبيت سولز محترمين نرجع فاير لينك شراين باهي شنو باش نعمل انا في فايلينك شراين بخلاف الليفل اب بخلاف نعطيوها الاش شوف شنو باش تريد تبيع يظهر لي بلا تبيع في هذم هذم يظهر لي هذم زاد الباين ريزن هذم ولو انهم ليميتي هذم عندك انت 3 كعبات هذي عندك انت 3 زاد تو الفاير تنجم تبيع قد ما تحب المهم فما حاجات اخرى تحلت هذا اللي مش ناخذوه تو 20000 باقي مش باش ناخذها تو باش نخبي السولز نتاعي تو باش ناخذها بعد ما نكمل الاريا هذي اصلا في وسط الاريا هذي في اخر الاريا هذي باش نستحقوه باش نكملوا بيه الكويست نتاع اونيون برو وباتشس مع بعضهم اليوم عندهم علاقه ببعضهم اصلا به خاتم هذا بوست دامج ابسوربشن ولا اتش بي معناتها الضربه الاولى لي بوست دامج ابسوربشن وان اتش بي از فول معناتها الضربه الاولى ناخذوها مش قوي شبه لي بوست سما انا قريتها بوست ما تركزوش مع الانجليزيه خلي ركزوا مع صلب الموضوع
شنو كنت نعمل الاخر؟ باش نبيع السولز اللي عندي، اذا كان عندي بزيد نمشي نبيعكم. انت بياك، انت بياك، ياك السول متاع البوس يضولي ما عندي من نعمل بيها هذي، ما خليها الوقت الشد هذو، ما خليهم ستريدي من وهذم. هذم متاع شو اسمهم متاع قولوا معايا متاع ابيس واتشرز، حاصيلو باش نصرفها خاطر تي بلا ما صرفت صرفتي هذي مش باش نستحقها هكا ولا هكا، هذي باش نستحقها من بعد نزيد نخمم عليها الحق هذي، ما هذي باش نخبيها للمفتاح تقريبا. باهي مادام عندنا سولز باهيين تو، خاطر سلاح متاع ابيس واتشرز باهي خاصة اذا كانك تلعب كواليتي والا حكاية، اما انا ما نستحقوش. طب ديما قبل ما تبيعوا السولز ثبتوا شنو يعطيوك قبل، نعاود ناكد. عندي 4 ليفلز بالضبط وتقريبا باش نخليهم هكا، تقريبا باش نحطهم هكا بالضبط زيد. ولو اني انا قلت باش نركز اكثر مع الانتليجنس باش سلاحنا يقوى، لكن هكا ولا هكا البوس متاع البلاصة هذي، البوس تاع البلاصة هذي شوف شنو هي مشكلتي تو باش نعمل ليفل اب. انا مشكلتي اني البوس تاع البلاصة هذي تقريبا يريزيست الماجيك، وفرد وقت ما يهمش، ما يهمش من باش نزيد ابار الانتليجنس الدمج بتاعنا ماهوش باش يزيد. دونك تعرف باش نعمل، باش نحطهم هنا من تو، ناخذ سلوت اخرى متاع متاع ماجيك ونخرجها من مخي فرد مري بايش ياك. يدوني نجمو ناخذ ليفل من عندك الشيباني على فكرة. هذا السيد هذا جاي مع الأختيه اللي تبيعنا في الميراكل صح؟ دونك ماهوش ام بي سي جديد، هذاك لقيناه اصلا وقت اللي منعناه دوبا خرجنا لقيناه. بعد هنا باش نلقاو شو اسمها انري وسيد اللي معاها. هذا ما عادش عندهم يقول لنا ديما هكا وين تقتلوا بوس والا تعملوا حكايه ارجع احكيهم على ام بي سيز هكا دايما ما نذكروا. ليه ليه سامحني سامحني، هذا خاطر قتلنا ابي سواتشرز هو عنده علاقه تقريبا عطينا مفتاح. خاطر ولا اي 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 هذا خاطر عنده علاقه بابي سواتشرز، ثبت شنو قال لكم وكل ميل. الخاتم هذا اللي عطاونا تو ينقص الاف بي من الويبن ارت، لكن انت مغروم برشا بالويبن ارت وتستعمل فيهم، هذا كتشوفتو ينقص من الاف بي كونسامبشن نتاعه. يقعد الحاج، الحاج نجمو ناخذ من عنده ليفل خاطر مت انا. يقول لي مازال لنا ليفل اخر بعد هذا عنده كهو بهذي، مادام هو ليفل تيم خلينا نحطوه في الانتليجنس على الاقل، لكن نحسوا ضربتنا قويت شويه سكيلات شويه خير من بليش. على ضوء الشموع في قاعده رومانسيه نخليكم ونتلاقاو الابيزود الجاي.